السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فمن صور القرآن الكريم التي تتكرر على أسماعنا وتحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبر سورة التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله تعالى ألهاكم التكاثر، قال ابن كثير أيشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيتنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذه الآية ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. قوله تعالى حتى زرتم المقابر، قال ابن القيم رحمه الله جعل الغاية زيارة المقابر وليس الموت، إذاناً بأنهم غير مستقرين في هذه القبور، وإنما فترة ثم يضعنون عنها، ينتقلون منها كما كانوا في الدنيا، في الدنيا زائرون، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الدار الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، أي ما هكذا ينبغي أن يشغلكم التكاثر عن طاعة الله وسوف تعلمون عاقبة ذلك. قال بعض المفسرين كرر الآية للتأكيد، وقال ابن القيم رحمه الله وهناك قول آخر بأن الآية الأولى عند ساعة الاحتضار والآية الثانية عند القبر، وهذا قول الحسن ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر، ولكن عدم العلم الحقيقي هو الذي صيركم إلى ما أنتم عليه. قوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا قسم من الله تعالى لعباده بأن مؤمنهم وكافرهم سيشاهدون النار عيانا حقا لا شك فيه، ولكن الله تعالى جعل رؤية المؤمنين لهذه النار ليعرفوا فضله جل وعلا عليهم بإنجائهم منها، كما قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي لا يسألنكم الله جل وعلا عن كل نعمة أنعم بها عليكم كنعمة السمع والبصر والعافية والأمن، هل استعملتم هذه النعم في طاعة الله فيثيبكم على ذلك، أم استعملتم هذه النعم في معصيته سبحانه فيعاقبكم على ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فلقي أبا بكر وعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي أخرجني هو الذي أخرجكما، هلموا بنا إلى فلان من الأنصار، فذهبوا إلى بيته فلم يجدوه، فخرجت امرأته وقالت مرحبا،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا من الماء. فلما جاء الأنصاري ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فجاء بعذق فيه تمر وبصر ورطب، وأخذ المدية سكين ليذبح الشاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلو. فذبح الشاة وقدم العذق وشربوا من الماء البارد. فلما شبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصبتم من هذا النعيم. قال النووي رحمه الله: والسؤال هنا للنعم سؤال تعداد لها، سؤال تعداد وليس بالنسبة للمؤمنين، وإظهار كرامة الله جل وعلا لهم بهذه النعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.